أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم وحلقة مميزة من مطبخ منال العالم. حنقدم اليوم طبق حلويات كتير شهير وحنعمله بطريقة بسيطة وسريعة. حنقدم عيش السرايا، نشوف مع بعض المكونات. عيش السرايا 8 شرائح توست محمص، الشيرة 2 كوب سكر، 1 كوب ماء، 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون، 1 كوب جيمر، القشطة 2 كوب حليب، 4 ملعقة كبيرة نشا، 1 ملعقة كبيرة ماء الزهر. للتزيين فستق حلبي ناعم. هاخذ شرائح من التوست بهذا الشكل وحمصهم تحميص بالفرن، بحطهم بصينية قصيرة الحافة على شكل طبقة واحدة وخليهم يتحمصوا. خليني في البداية أجهز الشيرة أو القطر. هحط السكر وحضيف المي وملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج. هحط ماء الورد أو ماء الزهر حسب ما أنتوا بتحبوا. هخلي القطر على جنب أعزائي وابتدي أجهز الحشوة اللي هستعملها لتجهيز عيش السرايا. هحتاج كسرول تاني، في كسرولة هحط النشا وحضيف الحليب. أنا لسه ما ولعت النار، هاي ملاحظة قلناها عدة مرات قبل. بقلب أتأكد إنه النشا داب عندي تماماً، وحبتدي هلأ أولع النار وأستعمل إما ملعقة خشبية أو إذا حبيتوا سباتولا تتحمل درجة الحرارة بهذا الشكل. حبتدي أقلب لغاية ما يتماسك عندي الخليط ونشوف أعزائي خطوتنا التالية. القشطة هلأ أصبحت عندي جاهزة، وأبتدي أجهز الكاسات اللي حستعملها أو الأطباق حستعملها لتقديم عيش السرايا. هاخد قطع التوست حكسرها تكسيرة بسيطة، كل طبق ممكن أحط فيه شريحة من التوست. يبقى خطوة التوست هلأ أصبحت عندي جاهزة. أبتدي أسقي بالشيرة أو القطر السخن جداً، بشيله عن النار وعلى طول أوزعه بهالطريقة. هلأ أعزائي باخد شوكة وبحاول شوي شوي أضغط لغاية ما يترطب عندي كل التوست ويتشرب بالقطر. وخطوتنا التالية هحط شوية جيمر، هذه إضافة ممكن أستغني عنها. بوزع كمية من المهلبية على كل طبق. نكون حريصين لأنه المهلبية لازم تتوزع وهي سخنة. بخليه في الثلاجة لعدة ساعات ونشوف طريقة التقديم. أعزائي عيش السرايا أخذ وقته بالثلاجة وأصبح بارد وجاهز للتقديم. بوزع عليه ما يحلو لكم من مكسرات، أنا حوزع عليه شوية فستق حلبي. أتمنى وصفة عيش السرايا تكون عجبتكم، والوصفة حتلاقوها موجودة على موقع منال أونلاين. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم ولقاء جديد من مطبخ منال العالم. اليوم عنا وصفة كتير لذيذة، حنعمل عيش السرايا، بس هيك أنا عاملاه بطريقة شوي مريحة وبسيطة على طريقة منال. عايزة أجهز في الأول الشيرة، هحط مقدار السكر ومقدار المي. الشيرة اليوم إحنا عاملينها هيك فيها فليفر كتير لطيف اللي هو العسل، بحط حوالي معلقتين من العسل وحضيف عصير الليمون مباشرة وأخليه على النار. خطوتنا التالية تجهيز التوست في محضرة الطعام. هحط قطع التوست وأشغل لغاية ما ينطحن عندي التوست ناعم. ناخد اللي طحناهم وعلى طول أحطهم في قلاي عشان يتحمصوا. هيك بدوا يتحمصوا، ما شاء الله ابتديت هيك هالتحميصة الحلوة. بحطهم هيك في طبق التقديم وأبتدي أجهز المهلبية أو القشطة. أحط الحليب، النشا، السكر والقشطة، وإذا حبينا نضيف أي نوع من المطيبات زي ماء الزهر أو ماء الورد. وأخليها هلأ على النار مع التقليب. ببتدي هلأ بوزع القطر وابتدي أضغط عليه بالطريقة هاي لغاية ما يتشرب خالص بالقطر. تقليب خفيف، خلوا بالكم أنا ما بدي أحرك كتير، ممكن أستغني هلأ عن المضرب ومجرد أقلب في ملعقة لغاية ما يتماسك عندي. نلاحظ كيف بدأت تاخد عندي هالغلوة الفقاعات، خلص بشيلها عن النار ومباشرة على التوست. هلأ قبل ما تنشف عندي خالص
برش رشة وفيرة من الفستق. عيش السرايا عندي جاهز يدخل التلاجة. هورجيكم هلأ شكله كيف أنا عملاه، على شكل كاسات فردية أو زي ما حبيتوا طبق تقديم على السفرة. فضلاً لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات.